مثال سريع كده، لو انا عندي شبكة مثلا، اي شبكة هو مدهاني وليكن مثلا 198 106 168 دوت 1 دوت 0، دي هتبقى طبعا سلاش 24. هو مدهاني وقال لي عايز مديني سوري عايز النتورك بورت النتورك ادرس والبرودكاست ادرس، فهو مدينا مثلا اي مديني اي ادرس من الشبكه دي وعايزني اجيب له النتورك ادرس والبرودكاست ادرس، تمام. فاحنا هنا بنقول طالما هو 192 168 دوت 1 دوت 27 يبقى ده كام؟ هو سلاش 4، الماسك بتاعه سلاش 24، يبقى ده كلاس كام؟ كلاس سي، صح كده؟ الكلاس سي ده يبقى النتورك بارت بتاعه بيكوال كام؟ 24 بت. يبقى انا عندي الثابت دلوقتي كام؟ 24 بت. فانا الادرس بتاعي هيبقى المفروض 192 دوت 168 دوت 1، دول ثابتين. هنحط كل الباقي بصفار يبقى ده زيرو، صح كده؟ 8 بت بصفار، يبقى ده سلاش كام؟ 24. يبقى ده مين؟ ده النتورك ادرس. طب انا دلوقتي عايز اجيب البرودكاست ادرس، احنا قلنا هو النتورك ادرس، بس بدل ما نحط بزيروز بنحط بونز، يبقى 192 دوت 186 68 سوري دوت 1 دوت 255، عشان هي 2 اس 8 ب 255، صح كده؟ وسلاش 24 طبعا، يبقى ده البرودكاست ادرس. هو سهل هنا ليه؟ عشان احنا بس ده الديفولت، احنا بنحط على الديفولت على طول. لكن هتفرق امتى؟ في اما نيجي نعمل سبنيتنج لما يكون الماسك ده مش ديفولت، لما يكون مثلا ماسك 27، يبقى هنضطر بقى هنفك باينري ونشوف كده ثبتنا 24، وهنثبت من 8 بت دول هنثبت منهم 3 كمان ونشوف نحط وحايد. فدي اما نيجي ناخد السبنيتنج ان شاء الله هنشوفها، فلكن هنا هتبقى سهلة جدا ان شاء الله. نرجع نكمل. بيقولك في انواع بقى في الكلاس في الاي بي ادرس، هم ايه؟ اللي هو النتورك ادرس، لو قلنا الهوست اي دي كله بزيروز، البرودكاست هو كله بونز، الليميتد برودكاست هو كله بونز. لكن برضو يعني ايه الفرق ما بين الليميتد والهوست اي دي؟ ده الدايركت برودكاست، ده انا عامل برودكاست ادرس على لان معينه، لكن الليمتد برودكاست ده لكل الناس في كل العالم، عشان احنا هيبقى 255 دوت 255 دوت 255 دوت 255، فده البرودكاست لكل الناس. لو هوست، ده السورس بتاعي انا دلوقتي هوست اون ذيس نتورك، ده 0.0.0، ده اللوكال بتاعي، ده انا اللوب باك ادرس ده محجوز. قلنا ال 127 ده اللوكال هوست. البرايفت ادرس ده هنشرحه في النيتنج ان شاء الله. هو حبة ادرسز محجوزة كده، محدش يقدر يأكسسها على الإنترنت، زي شبكة 10 كلها، شبكة 172 دوت 100 دوت 16 كلها، مش كلها اكشلي، هي لغاية 172 دوت 16 دوت 31، وشبكة 192 دوت 168 كلها. اللينك لوكال ادريسز دي حاجة اسمها أبيبة. يعني ايه أبيبة؟ يعني اللي هو 169 دوت 254، انا مش عايز اشغلكم بس هي مش تفرق معانا قوي، لكن مثلا انا لو عايز انادي على نفسي او انا معيش اي بي ادرس لسه قانوني ليا، فبقدر استخدم الأبيبة ده، تمام كده؟ بس كده. مفيش اي حاجة نقدر نقولها. لو هو all zeros نشرح ال all zeros تاني، بيقولك reserved for communication between، لما الهوست يكون عايز يبعت اي بي باكيت هو مش عارف، وهو مش عارف الاي بي بتاعه. يعني انا دلوقتي السورس بتاعي 0.0.0 والديستنيشن ببعت لاي لما باجي ببعت limited broadcast. يعني انا اما باجي ابعت limited broadcast لازم اكون انا 0.0.0، ما ينفعش اقول لحد السورس بتاعي، عشان انا لغايه دلوقتي اصلا لسه ما عنديش اي بي ليا، فببعت للدي اتش سي بي على البرودكاست بتاعه، وبكون انا الاي بي ادرس بتاعي 0.0.0، هو ناحيه السيرفر مش هيشوف الادرس بتاعي، عشان انا لسه علامه استفهام هو ما عنديش اي بي ادرس.
ايه الفرق ما بين الادرس بريفكس والادرس سوفكس؟ البريفكس هو النتورك بارت والسوفكس هو الهوست بارت، بس من كده مش هنقول اكتر من كده. في بقى مميزات وعيوب للكلاسفول اي بي ادرسنج ده. هو بيقول لك احسن حاجه فيه ان انا لو عايز اي بي ادرس هقدر اروح له مباشره من غير بريفكس. من غير يعني ايه بريفكس؟ يعني من غير ماسك، يعني مش لازم اكون عندي الماسك، هو خلاص جاست اللي انا عارف ده كلاس كام، هو بيبدا من كام، فانا على طول هروح له. ما فيش بقى حاجه اسمها سب نيتنج وهتقرفني في اللي انا اعرف هو اصلا كان جاي من كام وكده. لكن عيوبه ان انا الاي بي فيرجن 4 بتاعي بيحصل له ويستنج. يعني ايه ويستنج؟ يعني انا عندي شبكه مثلا زي شبكه 10، عدد الاي بيز المستخدمه فيه 2 اس الهوست بارت، يعني 2 اس كام؟ 2 اس 24. فعدد الشبكات كتير جدا، كتيره جدا، وممكن شبكه واحده مش عايزه تخلص ده كله، فبتضطر برضو تشتري الشبكه كلها وتستخدم منها حبه صغيرين. فانا عندي حبه اي بي اس كده مش مستخدمه ومرمينها على الارض، فهم دول المشكله اللي فيها. فبنقدر نحل الحاجات دي ازاي؟ بحاجه اسمها سب نيتنج او سوبر نيتنج. السب نيتنج اللي انا بقسم الشبكه الكبيره لاكتر من شبكه، والسوبر نيتنج لو انا عندي شبكات صغيره بقدر اجمعهم اعمل ري اسمبلي كده واعمل شبكه كبيره اقدر استخدمها. هنعرف السب نيتنج ايه هو ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا.